وعن الحرب الروسية الأوكرانية. عززت روسيا هجماتها في أوكرانيا إلى الحد الذي بات يهدد بسقوط خاركيف، ثاني أكبر مدينة على مقربة من الحدود. فلم تجد الولايات المتحدة من تلقي باللوم عليه سوى الصين، شيء يشبه إلقاء اللوم على المرفأ البعيد إذا غرقت السفينة. نائب وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن إعادة رسم السياسات الأمريكية تجاه آسيا حذر من أن الصين سوف تتحمل المسؤولية إذا حققت روسيا مكاسب في أوكرانيا. لمجرد أنها جددت تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من يتحمل المسؤولية الفعلية أمام عجز أوكرانيا عن تغيير مسارات الحرب؟ وكيف فشلت رهانات الاستراتيجيين في الحلف الأطلسي؟ وماذا يعني استقرار الموازين لصالح روسيا بالنسبة لمعادلات الأمن الأوروبي؟ تردد الكونغرس في منح أوكرانيا حزمة مساعدات جديدة يضع توازنات الأمن الأوروبية على كف عفريت. روسيا صنعت وضعاً مستقراً في المناطق التي ضمتها من أوكرانيا، ومنذ أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد أواسط العام الماضي أصبح واضحاً أن أوكرانيا تحرق المال والذخائر كما يحرق الحطب في مدفأة شتاء بارد، وكان من الطبيعي أن يضيق الجمهوريون في الولايات المتحدة ذرعاً بهذه المحرقة. نحو 60 مليار دولار من المساعدات تعثرت في دهاليز الكونغرس، فانبرى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى توجيه الإنذارات بأنه ما لم تحصل بلاده على مساعدات جديدة فإنها سوف تخسر الحرب. الواقع يقول إنها خسرت الحرب أصلاً، وأصبح من الممكن لروسيا أن تحول استقرار الميزان إلى منقلب يسمح لها بإقامة مناطق عازلة داخل أوكرانيا كما جاءت التلميحات الروسية الأخيرة. السبب الذي يقف وراء هذا الواقع يعود إلى أن مخططي الاستراتيجيات في الحلف الأطلسي وضعوا رهاناتهم على الاتجاه الخطأ، افترضوا أن الاستنزاف العسكري سوف يرهق روسيا فلم يفعل، وافترضوا أيضاً أن العقوبات الاقتصادية سوف تدفعها إلى الإفلاس فأفلست افتراضاتهم. بريطانيا كانت رأس الحربة في صنع الرهانات الفاشلة، تقدمت الخطى بين أقرانها في الحلف الأطلسي في رسم الخطط قبل أن تضطر إلى البحث عن بدائل ما تزال تدور في رحاب الافتراضات. ومثل أوكرانيا تنتظر بريطانيا المساعدات، حتى ذهب وزير خارجيتها ديفيد كاميرون إلى واشنطن ليقنع الكونغرس بما لم يقتنع به حتى الآن. تجاوز العتبة بعد إقامة المناطق العازلة على امتداد الحدود الروسية مع أوكرانيا يضع العالم بحسب الرئيس بوتين على بعد خطوة واحدة من اندلاع حرب عالمية ثالثة. والغاية من هذه المناطق هي تحصين المكاسب الروسية في أوكرانيا بما لا يسمح بهجوم مضاد جديد حتى ولو جاءت مساعدات جديدة لأوكرانيا. مدينة خاركيف هي الهدف الأول طبعاً الآن للخطط الروسية، فإذا سقطت فلا شيء سوف يمكنه أن يعيد الميزان المقلوب إلى سابق وضعه. التعايش مع الأمر الواقع سيكون هو المعادلة الوحيدة الباقية. وهنا تأتي التساؤلات، من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن فشل خطة المواجهة مع روسيا؟ وإلى أين يمكن للتصعيد أن يذهب إذا قرر حلفاء الأطلسي زيادة تورطهم في الحرب؟ ولماذا تهدد أوكرانيا حلفائها بأنها سوف تخسر الحرب بعد أن خسرتها أصلاً؟